رجع على الهواء شيف انت على الهواء على هوا احمد رجع على الهواء اذا كان لي قدر عندك غير هذا تعرف انا بعدين يا فؤاد يا فؤاد انا اعطيتها من البدايه انه متفقين لو انه قال متفقين ما لا 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 انت حنت الرجال ما فيها متفقين انا ما لا 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 ولو اني موجود لا لا اسمع ولو اني موجود وقتها والله ما لا لا خويي لا لا كلنا خويا لا كلنا اخويا كلنا اخويا لا يا شباب عمر انا ابغى عمر ما في عمر ايه صل على النبي ايه لا حد يتكلم علي الطلاق لو اني موجود ذاك اليوم منه ما بيحصل طيب صل على النبي ولا لك حق تهين خو اسمع انا بيني بينه وجيت جنب بعض ويوم عطيتها امي وكلمتها امي هذا الكلام داري دار به بعد ذا الكلام بعدين اما قبلها لا علمتها قلت انه بعد الكلام ذا انا قلتها في ذا تكفون انت غلطت على خوي انا ما قلت انا ما قلت دور صلى على النبي وبيمشي معي فيصل من ناحيه اني قلت انا يوم يوضح علي الغامدي وبعد معي اني قلت انت التيس لا ما قلت انا التيس وعيدوا المقاطع وشوفوها انا قلت اللي رفعك سالفه التيس اللي قلت شو عطاك انا هوتك اخطا على مثلا فيصل الشهراني وبلاد انهم معصوم من الخطا تعذر في وقتها قل لا اله الا الله تعذر في وقتها بلا للرجال تحت الهواء وتعذر منه انت 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 الرجال بس اوضح له يوم يقول نحن غديد وحده طيب انت انت خويك قدام لايف كيف تبغى يسلم خلاص نحاول نهدي الوضع خلاص نبدا لا ما تفهم انا مخطئ علي اليوم شفته اخطا علي فقط اخطا عليك وجعتني انا علي لزوم انا ما لي بعد ناس شيء يزعلني الدعوه بسيطه احنا في قدام الشاشه قدام طيب صلوا على النبي صلوا على النبي يا رجال صلوا على النبي مو كل منطوق برا البث برا البث ما عليه ما عليه بس بقول لكم حاجه بس بقول لكم حاجه بقول لكم حاجه خلاص سبع خلاص 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 برا البث ايوه ايوه تو ابعد يا عواد الله يرحمه بعدين خذ برا طيب خذ الرجال برا طيب لا لا عادي 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 بس انا بقول لكم حاجه بس بقول لكم حاجه بقول لكم حاجه كيف تبغى تحترم شخص ما احترمك صدق طيب اخطا ما بدون اعتذر لك خلاص تقول لي عندهم وانا ايش ما عندي يوم الحوار بس ناصر عندك كلام امسك الرجال برا لا تمشي قدام البث اخطا فيصل اخطا انت فؤاد صح وقدام البث اعتذر فؤاد ايش جاء قال اعذرني اخوي وخلاص رجال هاي انكرامه خويه يقلط على انا بكره تذبيحه امي يقول اعذرني يا خوي انا زليت زلت عشان ما يبعامل هو المقصد مقصدك عرفناه هو زي ما غلط الرجال قدام البث ارجع اعتذر قدام البث قدام المشاهدين ما اعتذر من خوي ولا العذر ولا العذر خلاص اعذرني وخلاص لا اعتذر ولا تبدي الغلط ذا مره ثانيه بس فضلك له انا وجيب له كرامته وقول اعذرني يا خوي زليت ماني بالعام خلاص هذه هذا هو ما هي بشيء لا لا
ما في لا لا ما في شيء لا 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 ما في شيء ما في شيء ما في شيء الرجال هذا غلط عليه صدق قدام البث عادي فيس اللي يرد لا فيس اللي يرد رد فيس يرد رد فيس ما تمك الا والله انه رد ما كل والله انه رد ما تمك الا والله انه رد غلطان يا اخي لا والله انه رد غلطان ابو عبد الله بس كل رجال هو رد هو رد فيس فهمتني ومقصد عمر انك انت زي ما غلطت يا فؤاد في البث على الرجال قدام الاف المشاهدين وقدام اخوياك انا يقولون اخطاء تعال علم